بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. سلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء، سلام على الأرواح التي بذلت مهجتها دون الدين، وذودا عن حياض الوطن، ودفاعا عن القيم الأخلاقية، وتمسكا بالكرامة الإنسانية، ودفاعا عن الحرمات، وأبت الركون للذين ظلموا، وآثرت بنفسها من أجل مستقبل البحرين وأهلها. لنا عهد وفي رقابنا دين، وعلى عاتقنا مسؤولية أن نحافظ على هذا الخط، وأن نسير على هذا النهج، وأن نسعى في ذات الطريق. فإما أن نلتحق بهذه الكوكبة فننال الكرامة والحياة الأبدية، وإما أن نحقق ما قدموا لأجلهم دماءهم وقدموا أنفسهم. أيها الأحبة، تبرز عدة أمور وحقائق سطرها الشهداء بدمائهم التي حددت هوية الثورة وأهدافها ومنطلقاتها. أولها أن الشهداء للوطن، كل الوطن، وليس لأحزاب أو جماعات أو أسماء أو ذوات. وأي محاولات استقطاب حزبية أو فئوية للشهداء فهي تحجيم وتقزيم لمكانة الشهداء والشهادة التي تعتبر خير تجارة وتعاقد مع رب العزة والجلالة، الذي أوجب على نفسه مكافأة من يجود بنفسه في سبيله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولكن ربط الشهداء بالشخصيات البارزة إنما لثبوت تلك الشخصيات على درب الفداء والتضحية، وليس لأن الشخصيات مهما كانت هي من تعطي وتوفر وتجزي الشهداء على عطائهم. والشهداء إنما قدموا أنفسهم لأهداف ولآمال منطلقة من قيم ومبادئ. ثانيا، كون الشهيد لا يحجم في حركة أو فئة أو حزب لا يعني أنه لا ينتمي لفكر أو ثقافة أو قيم معينة، بل إن الشهداء إنما استشهدوا وتحركوا وتوثبوا حاملين أهداف ومنتمين لفكر ومؤمنين بعقيدة. ومن ملامح هذا الفكر والنهج هو رفض مبايعة الحاكم الطاغية، والدفاع عن كرامة المواطنين، والذود عن حرمات البحرانيين، وتحرير الأرض من براثن المحتلين. ولا يعقل أن أحدا يندفع ويقتنع من تقديم نفسه لأجل تثبيت النظام المتسلط، أو الالتقاء مع أفراد العصابة الحاكمة، أو تدوير الوجوه الخليفية. ولذلك حين يتلألأ رأس الفرحان في المحافل الدولية، أو يعرض جسد البداح المبضع في الندوات السياسية، فإن الأمانة الأخلاقية تقتضي على المتحدث باسم الشهداء الميدانيين أن يقول: هؤلاء مقاومون كانوا يقولون بضرس قاطع يسقط حمد، وكانوا بإيمان وعزيمة يقاومون اعتداءات المرتزقة، وشيعوا في مواكب مهيبة على رؤوس
والأيدي بشعارات تنادي برحيل الطاغية والسفاح. ثالثا، إن موضوع الشهداء هو أحد أهم وأبرز العوامل التي تعكس حالة الصمود البحراني والإباء الشعبي والإرادة الثورية، إلى جانب صمود المعتقلين وثبات الثوار في الميادين وغيرها. وإن من يريد تحجيم الصوت الثوري وتغييب مساره وتهميش رموزه وإقصاء كوادره ووصمه بالتطرف والتشدد والتهور والمغامرة والبساطة وغيرها من النعوت، إنما يسيء للشهداء الذين بفضلهم وبدمائهم بزغ اسم البحرين في المحافل الدولية، وبسبب عطائهم تكشف الوجه القبيح لنظام القبيلة الخليفية. وهؤلاء الشهداء كانوا يقولون ويؤكدون ويصرون على إسقاط الطاغية وتحرير الأرض من الاحتلال السعودي، ولولا منهجهم ولولا تطرفهم وتشددهم لما أصبح ملف البحرين حاضرا وفارضا نفسه في أروقة الدول المهيمنة والصديقة. رابعا، إن الشهداء لم يقدموا أنفسهم من أجل تدوير الوجوه المتسلطة والمجرمة من العصابة الحاكمة أبدا، وبالتالي من يعطي أي إيحاء أو يقبل بشكل مبدئي الحلول المرحلية للتلاقي مع الخليفيين يجب عليه أن يحذر من زج اسم الشهداء أو ملفهم في هذا التوجه، وأيضا الحذر من أن يتوكل أحدا كان من كان ليعفو أو يتسامح باسم أولياء الدم مباشرة أو بطريق غير مباشر. خامسا، فإننا في شباب التغيير سترة نؤكد مجددا بأن مبادرة سلمان بن حمد الأخيرة وحواره مع الجمعيات لا يمثلنا، ونعتبره مكيدة جديدة ومسلسلا متكرر لسحب الأنظار عن الاحتفاء بالذكرى الثالثة لانطلاق الثورة والتمهيد لتوفير المناخ الدعائي لسباق الفورمولا واحد. بالإضافة إلى أن الخليفيين ونتيجة صمود الثورة وتوازيها مع التحولات المتسارعة في المنطقة باتوا يدركون بأن التغيير قادم وأن قواهم تتلاشى، وهو الأمر الذي دفعهم للاستباق بطرح المبادرات المخادعة والتفاوض على إيجاد الحلول الترقيعية، وهو الأمر الذي لن ينطلي على الثوار ولن يجد النور وستحبطه سواعد المقاومة البحرانية. سادسا، نهيب بالجماهير الثورية في مختلف المناطق أن تستعد للاحتفاء بذكرى الثورة وإعلاء راية الشهداء والتأكيد على المفاصلة مع العصابة الخليفية ومقاومة الاحتلال السعودي والوفاء لقادة الثورة القابعين وراء القضبان والثأر للحرائر المغيبات في السجون ومطاردة القتلة والمعذبين والتمسك بحق القصاص. سابعا، ندعم الحملة الشعبية الرافضة لحوار سلمان بن حمد والتي ستنطلق في يوم الأحد القادم تحت عنوان حوار سلمان بن حمد لا يمثلني من خلال تويتر، وتسجيل الرفض لما يطلق عليه حوار بالتصوير والمقابلات مع مختلف الشرائح، إذ نهيب برجال الله المطاردين وكل ضحايا النظام أن يسجلوا موقفهم ويساهموا في إنجاح هذه الحملة أداء للأمانة التاريخية وتوضيحا للموقف الشعبي الثوري الرافض للعصابة الخليفية
ومنعا من تمرير أي صفقات تضرب في أهداف الثورة. المجد والخلود للشهداء، والعار والشنار للقتلة. النصر موعود براية الشهداء، والخزي مصير العصابة المجرمة. شهداؤنا تاج رؤوسنا وعزنا الأبدي، نجدد لهم العهد والوفاء، ولعوائلهم النصرة والمؤازرة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. شباب التغيير، سترة، 24 من يناير 2014.